ازاي نشجع ولادنا على الصيام؟ انا جايبه لكم السؤال ده من المنهج متعارف. الصيام بنبداه تدريجي مع الصلاه، واول حاجه لازم عيالنا يشوفونا واحنا بنصوم، بديهيه هي عشان يتعودوا يقلدونا. نيجي بقى ازاي ندربهم هم على الصيام. هنبتدي معاهم تاتا تاتا واحده واحده. هنبتدي الاول ان احنا نفهمهم يعني ايه صيام، وبعدين هنخليهم يصوموا من الفجر لاذان الظهر بس، وكل يوم تدريجي بقى نشجعهم ان هم يزودوا ساعه في الصيام. علشان العيال تفضل صامده كده وما تهبطش ويفضلوا صلبين طولهم، ناخر السحور شويه ونخلي السحور حاجات خفيفه ما تعطشهمش علشان ما يصحوش الصبح يقولوا عطشانين وجعانين. هنيجي بقى لنهار رمضان، العيال صايمين وهيفضلوا كل شويه بيفكروا في الاكل وبس، فلازم نشغلهم بحاجه علشان ينسوا الاكل وينسوا الصيام. هنشغلهم بايه؟ نشغل دماغهم بالمذاكره. ما عندهمش مذاكره، نشغلهم بالعاب يلعبوها وهم قاعدين مش بيتنططوا وبيتحركوا. ولو رمضان بقى جاي في اجازه، ممكن نعودهم انهم يناموا ساعه ولا ساعتين في نهار رمضان عشان اليوم يعدي بسيط. وطبعا في الوقت ده لازم نكون بندربهم على الصلاة مع الصيام. ولو مش قادرين ان هم يكملوا صيام، ما نزعقش ونقعد نهلل، لا، نسيبهم يفطروا اليوم ده ونشجعهم ان هم بكره يصوموا اليوم لاخره. هنبص في دوائرنا لاصحابنا وقرايبنا اللي عندهم ولاد قد ولادنا او اكبر شويه، هم دول بقى اللي هنقضي معاهم نهار رمضان. ليه؟ علشان الولاد بيقلدوا بعض، فهيقدروا يشجعوا بعض ان هم يكملوا صيام لاخر اليوم. نيجي بقى لسياسه التشجيع. لازم 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 تديهم هديه اول ما يخلصوا الصيام، حتى لو الهدية دي حضن أو بوسة. ولازم في أي تجمع عائلي سواء على الفطار أو على السحور نتكلم عنهم ونقول قد إيه إحنا فخورين بولادنا علشان بيصوم. ده هيديهم تشجيع أكتر إنهم يصوموا وما يفطروش. لو عندكم أي أفكار تانية تساعد ولادنا على الصيام قولوها لي في الكومنتات.